حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلن المصرف العراقي للتجارة عن توسيع نشاطه فيما يخص الحوالات الخارجية. قال المصرف إنه قرر توسيع نطاق التحويل المالي الخارجي بهدف السماح للتجار من فئة معينة باستيراد البضائع الاستهلاكية بسعر صرف البنك المركزي العراقي على أن لا يتجاوز قيمة التحويل الخارجي لكل فرد للشهر الواحد 100,000 دولار. قال مسؤول بحكومة كردستان العراق إن بغداد قررت دفع رواتب 6% فقط من قوات البشمركة، ما يضع أربيل في موقف صعب. وقال هذا المسؤول إن حكومة السودان ترسل رواتب 23,000 مقاتل فقط من البشمركة، البالغ إجمالي عددهم 400,000، وهو ما يجعلها تضطر إلى إكمال نقص الرواتب من حصة ميزانيتها، ما يعني أن أربيل تحتاج إلى 114 مليار دينار لسداد باقي رواتب البشمركة. أعلنت هيئة النزاهة ضبط تزوير وتلاعب في مديريات الصحة والبلدية والزراعة والشباب والرياضة بمحافظة ذي قار. وأكدت الهيئة إلقاء القبض على موظف في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، ذلك لقيامه بتزوير وصولات القبض في معاملات الإجازات المرضية وطبلات دخول المستشفى. وفي محافظة ميسان قالت هيئة النزاهة إن مديرية الزراعة أحالت قطعة أرض كفرصة استثمارية عن طريق هيئة الاستثمار، على الرغم من أن الأرض مخصصة للراعي وتنمية الثروة الحيوانية. أكد اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران أن الاتفاق بين طهران والعراق ستحصل بموجبه على 100,000 برميل يوميا مقابل إرسال الغاز إلى العراق. وقال رئيس الاتحاد حميد حسيني إن إجمالية صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق بموجب الاتفاق تقدر بنحو 15 مليون دولار يوميا، مضيفا أن تراجع صادرات إيران من الغاز والكهرباء الذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق أوجد بعض الاستياء في هذا البلد، مؤكدا أن نحو 18 مليار دولار ما تزال في حسابات إيران المصرفية في العراق ولا يمكن استيفاؤها. وفي خبرنا الأخير، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 273 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 14 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 259 ألف برميل في اليوم الواحد، يتجاوز بذلك العراق السعودية في صادراته إلى أمريكا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.